ديانا وكنابا. أهاهم. مرحبا الفتيات، إذا هل نلعب اليوم الشرطة واللصوص؟ هل نقوم بانتقال الشباب؟ آخر مرة كنا نحن الشرطة، لكن اليوم سنكون اللصوص. الفتيات ضد الأولاد. الآن فهمت لما أخبرتمونا أن نرتدي هكذا. أريد لتنكنا لسا. إذا هل سنكون بوني ضد لاعبي السلة؟ لنقم بدعوة القطط. لا فتيات، سنلعب مع جميع من في الحرم. قطط تعال هنا. سمعتم بوني ينادوننا. ماذا يريدون؟ هيا بنا. ماذا بوني؟ نريد أن نلعب لعبة اليوم في الأكاديمية. اللصوص والشرطة، أتلعبون؟ ستكونون لصات. لصات؟ حسنا. وضد من سنلعب؟ جميع من في الأكاديمية سيلعب، الشباب والشرطة والفتيات واللصوص. فقط الشرطة لا يجب أن تفوز. حسنا، لنخبر الجميع. أريد أن ألعب لعبة السلة. هيا. أجل القطط، ماذا تريدون؟ أجلي تعالي. شباب، بوني نادوني. إذا اذهبي. لا أفهم، هل أصبحوا أصدقاء؟ إيه، توقفوا، لا تتمشوا مثل وحيد القرن. وما تلك الوجوه المتحجرة؟ لم نفعل أي شيء سيء. فتيات، ألو. إذا شباب، اليوم نحن مشاغبات ولصات. ماذا؟ أصمتوا. أحب الفتيات المشاغبات. يبدو أن هذه لعبة. سألعب أيضا. أنا أيضا، لطالما أردت أن أكون لسا. أيمكن لي أنا وبيك أن نكون في نفس الفريق؟ نحن لا نفترق أبدا. لا، جيجي بيك في فريق الأولاد. الفتيات يريدون لاعب الشرطة واللصوص. لا مشكلة، سنأخذ كل الحروف من أولئك اللصوص. أين ما أخفوها؟ اللعبة ستبدأ. أتساءل أين أخفت الفتيات الحروف؟ بولدوغز. شباب، لاعبو السلة نادونا. لن أذهب، سيسخرون منا. يبدو أن هناك شيء. هيا هيا أولاد، كما ترون هناك الكثير من الفتيات، مما يعني أن الكلمة ستكون طويلة. اليوم أنتم شرطة، وإن وجدتم جميع الفتيات وجميع الحروف ستكافئان. ليكن في علمكم، لن تحصل على جائزة أغبياء، لأنكم لن تجدوا أي حرف. لا تملكون فكرة على أماكننا السرية. حسنا الأولاد، انتهى أمركم. جيجي، لنذهب لفريق الفتيات. لا، سأبقى مع بيك، نحن لا نستطيع أن نفترق. جيجي، نحن في فريق الفتيات. بيك. جيجي، أنت في فريقنا. شباب، تعال هنا. أجل، اليوم نحن كعائلة كبيرة. أجل، نحن شرطة، اليوم يجب أن نتحد لنقوم بجمع جميع الحروف. أعرف بعض الأماكن السرية. معلم مايك، شكرا لأنك معنا، لن ننسى هذا. يجب أن نجد الحروف ونعرف الكلمة. هيا، أنا صغير لكنني قوي، سأبذل جهدي. أحسنت بيك.